السلام عليكم، معاكم مصطفى من قناة مستر منتج. في البداية كده حابب أشكر كل الناس اللي اشتركت معايا في اللايف امبارح، لو هما 30 واحد أو 40 واحد اشتركوا معايا في اللايف امبارح. أيوة، احنا بنعمل لايف على قناة مستر منتج. كنت عاوز تتابع معانا اللايف وتتابع معانا كل الحلقات الجاية، تعمل سبسكرايب للقناة. ولو كنت عايز تتابع اللايف أول بأول تعمل زرار التنبيهات. أيوة شباب، زرار التنبيهات ده هو أهم حاجة فيه، إنه بيجيب لك اللايف أول ما بينزل بالظبط، بيجي لك إشعار في الموبايل بتاعك إن في لايف من قناة مستر منتج. اللايف ده احنا ممكن نعمل فيه دعم القنوات، نعمل فيه رد على أسئلة، نعمل فيه اي حاجه انتوا عاوزينها. ممكن انشر فيه فيديو على السريع او فيديو معلومه سريعه كده عرفتها، فممكن اعملها فيه لايف على السريع، وهيبقى افضل من اني لسه انشر الفيديو واعمل فيديو ومنتج واعمل كل الكلام ده. فبنشره في لايف ده حاجه تبقى اسرع. تمام، ونبدا على طول فيديو النهارده اللي هو فيديو قوي جدا جدا جدا، وموقع رهيب رهيب رهيب، ممكن تسحب او ممكن تربح منه في اليوم الواحد ممكن توصل ل $7 و$8 و$10 و$15 كمان، بسبب ارقامه العاليه جدا جدا جدا. وبقالنا فتره كبيره ما شفناش مواقع فيها ارقام عاليه زي كده، فاحنا هنتابع مع بعض الموقع ده، موقع سيف لينك يو. تمام، سيف لينك يو. تمام، دايرين نرجع هنخش على طول ولا ماشي؟ هنجيب لوك تسجيل، يعني كل التسجيل في المواقع كلها بيبقى واحد، ولكن احنا لازم نشوف التسجيل. طيب، في البدايه النهارده مش هنشرح استراتيجيات ولكن هنشرح الموقع بس. انت تكتب اسمك الاول واسمك الثاني، هنحط موقعك وهنحط موقعك، لازم تملى الاثنين، حط نفس الموقع لو عايز، يعني مش فارقه، بس المهم انك لازم تملى الاثنين بموقعك. هتقول لي احط انا ما عنديش موقع، احط اي موقع. حط هنا البيانات بتاعتك، هنا اليوزر نيم اللي تخش بيه، وهنا هنا الايميل، وهنا الباسورد، هنا تعيد الباسورد، وهنا تحط صفحتك على الفيسبوك او ايميلك على الفيسبوك، هنا تحط الباي بال او وسيله الدفع، يعني هي معظمكم هيختار باي بال. وعملنا طريقه تفعيل باي بال 100% صحيحه، وعلى فكره سحبت منها، سحبت وجالي السحب خلاص، يعني الطريقه 100% فعاله. وهنا تحط باي بال الاكونت بتاعك، وهنا تعمل سبميت ومبروك عليك كده، مش تحتاج حتى انك تكتب الاكونت. هنخش على الريتس هنا عشان نشوف الريتس بتاعت الموقع عامله ايه. الريتس للكويت $13 او $14 تقريبا، الكويت $14، وقطر $12.87، يونايتد ستيتس في بعض الجزر عندك $12.40، وعندك في يونايتد ستيتس نفسها $11.40، عندك يونايتد عرب اميريتس عندك $9.08، فاحنا على فكره الموقع ده ليه اثباتات دفع كتير. بصوا لو تشوفوا اثباتات دفع في الموقع، عشان بس ما حدش يقول لي انت بتنصب علينا، اثباتات دفع كتير جدا للموقع، موقع يعني يعتبر قديم، موقع رائع. انا مش هقول لك حصل ايه لان ما دورتش، ولكن موقع ممتاز. شوف كده ترتيبه 800,000، يعني تخيل ترتيبه 800,000 وموقع صادق 100%، ترتيبه 800,000 وموقع صادق 100%. اهو لو عندك شوف البيمنت بروف هتلاقي كتير جدا 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 سحبوا من الموقع ده. تمام، زي ما انت شايف اهو كتير جدا سحبوا من الموقع ده، زي ما انت شايف كتير جدا سحبوا من الموقع، وعلى باي بال كتير كتير كتير. فموقع صادق 100%، ما تقلقش من الموضوع ده خالص، لكنها شركه لسه جديده ولكنها صادقه 100%، وانا متاكد من الموضوع ده. طيب كده احنا خلصنا النقطه دي، نخش على طول على الساين ان بقى عشان نخش جوه الموقع ونشوف موقع عن ايه من جوه. تمام، انا طبعا لسه ما اشتغلتش في الموقع، ولكن كان نفسي اشتغل والله في الموقع، لكن الوقت بس. طيب حلو، انا امبارح بس كنت بجرب ان السي بي ام حقيقي ولا لا، فجربتها في مصر وجالي فعلا السي بي ام حقيقي. طيب هخش كده على الداشبورد هنا، يعني لو عايز طبعا انك عايز يعني تختصر اي رابط تعمل بس شورت، تحط اللينك هنا وتعمل له شورت بالشكل ده، فبيظهر معاك اللينك فوق هنا، تاخد كوبي وخلاص، او تاخد من هنا كوبي وخلاص. طيب تمام، صفحه الفيسبوك بتاعتهم زي ما انت شايف فيها 853 لايك، يعني صفحه جديده 100%، موقع جديد جديد جديد، يعني لسه بيبدا
المشوار، فيا ريت كلنا نشترك في الموقع ده وندعم الموقع ده، لان يعني شكله موقع جديد، شكله موقع ممتاز جدا، والناس طبعا اللي بتستهدف محتوى امريكي ده يعني الموقع ده هيبقى اعلى موقع، لانه بيدفع عن طريق الباي بال. معظم الحاجات العاليه في استهداف محتوى امريكي ما بتدفعش عن طريق الباي بال، زي موقع جين يو ار ال واللي معظم الناس قالت ان هو بقى نصاب، زي موقع لينك دوت تي ال واللي بيدفع عن طريق حاجات غريبه جدا ما بيدفعش عن طريق الباي بال. تمام، لو دخلنا على الريفرالز بيدي 20% عن كل ريفرال في كل حاجه هو بيعملها. تمام، ودي لينك الريفرال بتاعك هنا لو ويز درو عشان لو عايز تسحب. هنشوف زي ما انت شايف هنا بيقول لك باي اوت ناو لو عايز تسحب اللي انت عامله. انا عشان حاطط ايميل الباي بال هنا طبعا بيقول لك $5 هو اقل مبلغ السحب، بياخد السحب من 3 ايام ل 7 ايام، لكن طبعا انت عارف انت لو ماشي سليم ما بياخدش السحب اكتر من يومين. تمام، او 3 ايام بالكتير. هنا بيقول لك بيبقى بيندنج، وبعد كده بيبقى ابروفد، بعد كده بيبقى كومبليت يعني تم السحب. طيب حلو جدا، نخش على ماي لينكس. هنا طبعا بتلاقي اللينكات بتاعتك، موقع عادي جدا شبه بقيه المواقع، هنا بتلاقي اللينكات بتاعتك. طيب نخش على التولز، هتلاقي كويك لينك لو عايز تختصر اللينك بسرعه، نفس التولز طبعا اللي في معظم الحاجات. هنا بتشيل بس اللينك ده وتحط اللينك بتاعك كده تم اختصاره. هنا الماس شرينكر لو اعتقد لو عايز تعمل لينك اكتر من لينك مع بعض. تمام، هنا اكتر من لينك مع بعض، تحط اللينكات كلها وبعد كده تعمل لها اختصار فبيختصر لك كل اللينكات كده مع بعض. طيب تمام، هنا الفول بيج سكريبت طبعا ده لو عايز تستخدمه في المدونه بتاعتك او في موقع وورد بريس او بلوجر او اي موقع مهما كان، اي منصه اعلانيه بتقدر تستخدم الكود ده بيختصر لك كل رابط، اما الكود ده بيختصر لك رابط معين بس انت اللي بتحدد منه. حلو جدا، ننزل هنا بقى، هنا البروفايل طبعا عايز تغير اي حاجه في البروفايل تحط اكونت الباي بال، عاوز تغير كل الدفع، عاوز تغير اي حاجه بتخش على البروفايل. معلش ده يعني شرح سريع كده. طب بص على البروفايل بتاعي هتلاقي كاتب هنا نفس الموقع، عامل صفحه فيسبوك، عامل هنا ايجيبت، وحاطط حساب الباي بال وعامل سبميت، يعني عادي جدا، حاجه بسيطه جدا مش محتاجه اي حاجه في الموقع ده. انا عاوز اغير الباسورد، عايز تغير الايميل، وانا عايز تدخل من الموقع. الموقع بسيط جدا وسهل جدا، زي ما انتم شايفين الادريس بتاعته عاليه جدا، زي ما انتم شايفين الداتابيز عاليه جدا، في دفع للناس، سريع في الدفع، والموقع تمام تمام تمام. اتمنى بس تكون الموقع ده عجبكم، ولكن السؤال هنا هل هتنفع معايا الاستراتيجيه الخارقه؟ هل للموقع ده استراتيجيات قادمه في القناه؟ ده اللي هتعرفه لو عملت سبسكرايب للقناه وفعلت زرار التنبيهات. انا معاكم مصطفى من قناه مصطفى تك، اتمنى الفيديو يعجبك، لايك الفيديو، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتفعل زرار التنبيهات عشان تشوف كل الحلقات الجايه. انا معاكم مصطفى من قناه مصطفى تك مره ثانيه، شفت الفيديو، اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.